صراحة الأخطاء اللي بنسويها في حق صحتنا كل يوم كثيرة، بس حنذكر بعضها. أول شيء بنسويه ما بنشرب موية كفاية. شيء تاني بنسويه في حق، يعني خطأ بنسويه في حق صحتنا، ما بننام كفاية ودائماً متسرعين في الحياة، وهذا الشيء مرة مرة خطأ. لازم نتعلم ناخد بريكس، ناخد نفس عميق ونمشي في الحياة بكل هدوء.